نحن نتواجد اليوم في جماعة فم جمعة لافتتاح وانطلاق الدورة الثانية من الجامعة الربيعية التي تنظمها وزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية والمكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان ومجلس جهة بني ملال خنيفرة. فهذه الدورة الثانية تنظم تحت شعار المغرب المتعدد أرض التعايش المشترك التي تستقبل 100 شاب وشابة مغاربة قاطنين بالخارج القادمين من جميع أنحاء العالم والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 25 سنة. فمرحبا بهذا الشباب. وبالنسبة للجامعة فهي توفر لهم برنامج كامل يضم ورشات ثقافية وخرجات ميدانية وزيارات ميدانية وكذلك ندوات علمية يؤطرها مجموعة من الأساتذة المنتمين لجامعة السلطان مولاي سليمان وبعض الأساتذة منتمين لجامعات أخرى وكذلك لقاءات مع طلبة الجامعة الذين سيقومون بدور تعريف الجامعة ومؤسساتها وتطويرها حيث أصبحت الجامعة اليوم تضم 11 مؤسسة جامعية بعد انخراط مؤسستين جامعتين بمدينة خريبكة ومؤسسة جامعية بخنيفرة في إطار الجهوية الموسعة وكذلك إحداث مؤسسات جامعية أخرى منذ نوفمبر الصارم كالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمدرسة العليا للتكوين التربية والتكوين وكلية علوم الاقتصاد وكذلك المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقي بن صالح. فمرحبا بهذا الشباب في الصرح الجامعي ونتمنى لهم إقامة جيدة ومتفوقة بحول الله وشكرا لكم.